السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بص بقى يا حبايبي يا حلوين، احنا النهاردة عندنا حصة رسم، بس النهاردة هنرسم، مش هنرسم، احنا هنلون بس. احنا ايه نعمل ايه؟ هنلون. طب هنلون ايه؟ هنلون في كراسة؟ لا مش هنلون في كراسة، احنا كل واحد عنده تحفة جميلة ايه؟ هيلونها. التحفة دي ايه؟ هيلونها. ماشي، طب هنلونها ازاي؟ بص يا حلوين، ادي الفرشة، ادي الفرشه، وادي الوان الميه اهي، وهناخد الالوان كده كده وايه واللون. يا روان في ايه؟ في ايه؟ لا هات بتاعت روان، دي بتاعت روان. فين بتاعتك؟ فين هات بتاعتك. يلا نحن الاطفال هنا، نحن الاطفال هنا، بهويتنا فخورون. ثقافتنا معتز. علمني أبي ركوب الخيل، علمتني أمي الفنون، وتعد جدتي أشهى الأكلات، ويحكي جدي لنا الحكايات. جدة تاريخية وقلعة تاروت. نحن الأطفال هنا، نحن الأطفال هنا، بهويتنا فخورون. نحن الأطفال هنا، نحن الأطفال هنا، بثقافتنا. فنكيش يلا انتباه، مد ايديك، واحد اثنين ثلاثة. تاريخية وقلعة تاروت.
خلفتنا معتز. علمني أبي ركوب الخيل، علمتني أمي الفنون، وتعد جدتي أشهى الأكلات، ويحكي جدي لنا الحكايات عن الدرعية الطويل والأخدود، جدة تاريخية وقلعة تاروت. رقم اتنين احمد، رقم تلاتة روان انس، ورقم اربعة انس، هما دول احلى. ورقم خمسة المسدس ده بتاع مين؟ ملك ولا عثمان؟ عثمان بتاع عثمان. رقم خمسة، رقم اربعة، ورقم خمسة احلى بقى فعلا عربية، العربية بتاعت ساجدة. انا فرحانة بيكم جدا، النهاردة كان يوم جميل جدا، كل واحد يقعد لعبته ويشيلها في الشنطة. يلا باي 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 باي، فين باي باي؟